السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بيقول أتعلم البيم أفضل ولا أعمل شيفت كارير؟ طيب لو أنا جاوبتك يبقى أنا بغشك. ليه؟ لأن أنا ما أعرفكش معرفة شخصية، لازم عشان أدي لحد نصيحة لازم بقعد معاه ساعة ساعتين تلاتة ندردش، نتعرف على بعض، أسأله بعض الأسئلة وهو يرد عليا. موضوع محتاج يعني حد يبقى زي مستشار ويبدأ إن هو يتجاوب معاك ويبدأ ان هو يسألك ويبدأ يعرف هل انت تعمل شيفت كارير على ايه. اقدر مثلا انت بتسكن مثلا او بتحب مثلا ان انت تعمل الاكل، هل معنى ان انت تحب ان انت تعمل اكل ان انت عندك المهارة اللي تقدر تفتح مطعم حتى لو الاكل بتاعك كويس، ولا لازم تتعلم ادارة المطبخ طابخ؟ هديك بس مثال بسيط. فالاجابة ما ينفعش تبقى اجابة ثابتة للناس كلها. يعني ده مش سؤالي ازاي ارسم مثلا حيطة فأقول لحضرتك 1 2 3، لا، السؤال ده هيترتب عليه تغيير مسار الإنسان، تمام؟ وممكن بعد فترة يندم، ممكن بعد فترة يدعي عليا، فالموضوع مش كده. طب الواحد ياخد ازاي قرار في حاجة زي كده؟ بكل بساطة حضرتك يعني بتستشير الناس أكتر من حد، وبتصير صوت استخارة، وبتجيب ورقة، والورقة دي هتقسمها نصين، سواء مثلا بالقلم كده هتكتب، وتكتب الاقتراح الاولاني وتكتب الاقتراح التاني، اتعلم البيم ولا اعمل شيفت كارير، وابدا اشوف المزايا هنا واشوف المزايا هنا. كل حاجه ليها مزايا ولها عيوب. ان انت تسيب شركتك وتشتغل شغل حر دي مش ورديه ولا هي سودة، ليها مزايا في حاجات وليها عيوب في حاجات، ليها مخاطر في حاجات وليها حاجات تخليك يعني تثق فيها حاجات. كل حاجه تخش عماره ولا تخش انشائي، تشتغل في الشركة الكبيرة ولا تشتغل في الشركة الصغيرة. فبتبدأ تكتب كل المزايا، وبعد كده تكتب العيوب بتاعتها، وتكتب المزايا وتكتب العيوب، وبعد كده تعتبرها زي نقط. يعني مثلا دي تعالى نقطتين تلاتة أربعة وهكذا، تجمع النقط وتشوف السلبيات تطرحها، وفي الآخر هتلاقي إن دي مثلا واخدة 100 نقطة ودي واخدة 50، فالثالثة استخارة وتتوكل على الله، واللي هي خدت رقم أكبر هي دي اللي تروح لها. ومهم جدا ثالثة استخارة، يعني حتى ثلاثة صغارة لو انت ناوي تعمل العمل خير مثلا هتتصدق، لان ممكن تصدق معاك مبلغ محدود وممكن تصدق لحاجات كتيرة جدا. فثلاثة صغارة اني واحدة فيهم اللي تصدق فيها؟ تحج السنة دي ولا انت مش هتصلي صغارة تحج ولا متحجش لانه فرض، بس تحج السنة دي ولا تأجلها وممكن الفلوس الموجودة مثلا هتعمل بيها عمل خير. فكل حاجة لازم ثلاثة صغارة، فلازم ما ينفعش تاخد اجابة حد كده لان هو لازم يقعد معاك. ايه البدايل؟ طب انت وصلت لحد فين في البيم؟ طب انت شغال بيه ولا لا؟ طب انت مستواك فيه عامل ازاي؟ طب التكنيكال انت كويس فيه ولا لا؟ طب ايه فكره شيفت كارير؟ ممكن يكون انت عندك ابداع في نقطه معينه او بتعرف حاجه معينه، خلاص نتوكل على الله ونروح احنا الاثنين. ممكن لا، انت بالنسبه لك لسه محتاج سنه او سنتين تكمل في الكارير بتاعك، وممكن ربنا يكرمك في الفتره دي تقدر ان انت تعمل شغل حر. ممكن شغل الحر ده على جنب حاجة مش أساسية بس بتجيب لك دخل بسيط، حتى مثلا لو انت استثمرت جزء من فلوسك مثلا اشتريت حتة أرض وبتأجرها أو حتة بيت بتأجرها أو دكان بتأجره، المهم بتجيب لك دخل. أي حاجة دخل جانبي أو عملت شيفت كارير من غير ما تسيب المهنة بتاعتك. أنا أعرف مهندسين عملوا شيفت كارير، وفي واحد ربنا فتح عليه وفتح محل جزم، وفي واحد فتح محل جزارة، وفي واحد يعني عملوا شويه حاجات حلوه ومستمتعين بيها ومبسوطين بيها جدا يعني، فمش عيب ولا حرام. وفي ناس مكملين في البيم برضه مبسوطين، وده بيجي له دخل كويس وده دخله كويس، ربنا بيرزق الجميع. فالفكره كلها لازم تدرسها من انت تشوف كل المزايا وكل العيوب، وتسال حد ساب المهنه وراح الشغلانه الثانيه دي هل هو مبسوط فيها ولا لا. في حد مثلا ساب كارير هندسه ومتفرغ لرسم الكرتون، هو عنده هواية رسم كرتون بيكسب فلوس من هوايته، تمام؟ وفي ناس كتيرة سابوا الشغل الهندسة وراحوا مثلا للتمثيل أو راحوا للكتابة أو راحوا، مفيش أي مشكلة خالص، واللي كمل برضه سعيد وبيكسب، تمام؟ فما بقولكش سيب دي وخد دي، لأ، أنت اللي تاخد القرار، أنت اللي تبدأ تقارن بين المزايا هنا والمزايا هنا. أنت مثلا بتاخد مرتب ومستقر والشركه بتاعتك اوضاعها كويسه، فمش هتفكر تاني. انما ممكن تكون انت لسه بتبتدي في البدايه ولا صعوبه ان انت تلاقي شغلانه، يعني اتخرجت من الكليه ومش قادر تشتغل، ف
ممكن تقول لي طب والله لحد ما تيجي انا عندي هوايه مثلا البرمجه، حاول ان انا اركز في البرمجه او في تصميم مواقع او الجرافيكس، ممكن تمشي معاك احسن. يعني انا كذا مره يبقى ليا في دماغي حاجه وربنا قدر حاجه تانية، واللي ربنا قدره بيكون، يعني مهما كنت عم رسم خطط وبتاع اللي ربنا عايزه هيكون، بس انت بتعمل اللي عليك وبتاخد بالاسباب. فتمام، يكون الاجابه كويسه، ولو اي حد عنده اجابه افضل يا ريت تكتبها بحيث انا وهو نستفاد ان شاء الله.